تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء. في الحلقة الجديدة يبحث أوزان في الحلقة الجديدة عن طرق لجعل أسليم يسامح نفسه، ومع ذلك لا يفكر أسليم في مسامحة أوزان. يحتاج عدنان المعتقل بسبب حادث يشار إلى خطة جديدة، وبينما يعاني يغيز من ألم إدارة ظهره لعائلته، تأخذه إيلول وعائلتها تحت جناحهم. في الحلقة الأخرى يضغط عدنان على إيلول بسبب الدين الذي يدين به لإحسان. يتعب إيلول من ضغوطات كوراي ويذهب إلى العيادة لإجراء اختبار لمعرفة من هو الطفل الحقيقي، يخلص ياغيز الذي يتبعها، إلى أن الطفل قد يكون له وليس لكوراي بناء على اختبار إيلول. يوقع فاتح بأوزان. يعتقد أوزان أن كان قد اختطف جوليد، فيطلق أوزان النار على كان من مسافة بعيدة أثناء صراعه مع كان. يعتقد أوزان أنه أطلق النار على كان نفسه. وأخيراً في الحلقة التالية يصمم ياغيز على جعل إيلول يقول الحقيقة. يصمم كوراي الذي نفد صبره من عدم قدرة ياغيز وإيلول على الانفصال، على إثارة الأمور. وبينما أوزان المسحوق تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها، يمد له أسليم يد العون. سيؤثر مصير كان على مصيرهم أيضاً. نعم يا أصدقائي، لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم حول الحلقة الأخيرة من مسلسلنا في قسم التعليقات. هذا كل ما لدينا الآن، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا والإعجاب بفيديوهاتنا لاستمرار مثل هذا المحتوى. وداعا، نراكم في فيديوهاتنا الأخرى.